دكتور. انا الدكتور رمضان عبد السلام. هلا. مدير عام المجازر بالبحيره سابقا، ومن سكان قريه الفلاح. الحياه مشروع حياه كريمه، دي قدام بيت انا هنا، ومشروع يعتبر مشروع متكامل. نقطه اسعاف، وحده بطاريه، جمعيه زراعيه، والمبنى التكنولوجي، دي كلها خدمات لا شك ان هي هتنقل القريه نقله حضاريه كبيره جدا وغير مسبوقه عمرها ما حصلت. يعني فلاقة تعتبر عدد دلوقتي انه يعتبر زي المدينه بالظبط.